أهلا بهالطلة، طلة كل مين قرر يقضي صيفيته بلبنان السنة. وزارة السياحة اللبنانية بالتعاون مع Level of Lebanon رح تنشر ولأول مرة صور أكثر من 20 موقع سياحي عبر الإنترنت ليتمكن العالم كله يتعرف على جمال لبنان ويتحمس يزوره. أول شيء نحن كثير مبسوطين إنه عم نطلق حملة مع وزارة السياحة أهلا بهالطلة. نحن حالياً عم نحضر أبليكيشن رح نكون عم نخلي فيها كل العالم اللي جايين من برا يكونوا عم يقدروا يستكشفوا الجامز أو الأشياء اللي كتير حلوة عنا بلبنان والأشياء اللي ما بيعرفوها. بنفس الوقت كمان حنكون عم نطلق ويب سايت عم يكون عم نخبي العالم كل شيء أوفرز، كل شيء بيقدروا يكونوا عم يقدروا يعملون كمان بلبنان. رح يتم إطلاق مشروع تطبيق Level of App اللي بيهدف إلى الترويج للسياحة والممول من قبل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى Hiking Tab تعرض أجمل المناطق الطبيعية بلبنان للتنزه وممول من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي. أول ما فينا نكون عم نحط إيدنا كمجتمع مدني ونساعد الدولة والمؤسسات هذا بيكون شرف لنا، فبالتعاون مع وزارة السياحة عملنا شراكة تنقدر نكون عم نروج للبنان لنقدر نحط لبنان على الخريطة السياحية. هالشراكة اللي عم نطلقها بيكون في كذا في كذا موضوع من عم نشتغل عليها. أول موضوع هو عم يكون في تطبيق، بهذا التطبيق كل شيء في كنوز ويدن شامز ويكون في خريطة عن كل المعالم السياحية بلبنان والطبيعية. الميلة الثانية عنا كمان ويب سايت لنقدر نكون عم نخلق كل شيء في باكيجز وكل شيء في أفكار معقول حدا يعملها بلبنان كمان بيكون متواجد عليها. هذا الويب سايت للكل، يعني حيالله حدا بيشتغل بالسياحة ولا بحب يكون عم بيسوق ولا بحب يكون عم بيبيع أفكار أو عم بيقدر يفرج عن الخدمات اللي عنده إياها بتقدر تنحط كمان على هذا الويب سايت. حملة أهلا بهالطلة اللي بدأ تنفيذها ودعا وزير السياحة إلى استبدال الشعارات الحزبية على الطرق وخاصة طريق المطار بصور عن جمال لبنان وأماكنه الطبيعية تستكمل نشاطاتها، وسيعلن عن مشروع نهار الأربعاء سيقام بآخر الصيفية بالشراكة مع أكثر من 20 مؤثر دولي وشركة طيران الشرق الأوسط لتشجيع المغتربين والسواح من أهل وأصدقاء للقدوم إلى لبنان خلال موسم الصيف. فإذا مشتاق لبنان طول هالصيفية.